Les écritures sumériennes situent le déluge en Mésopotamie, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Après ce cataclysme, raconte-t-on, les eaux se retirèrent, sauf entre le Tigre et l'Euphrate, où elles baignent encore les marais. Les marais, terre mystérieuse du sud de l'Irak. Cette région marécageuse couverte de roseaux s'étend dans le delta du Tigre et de l'Euphrate entre Nasiriya et Amara. C'est d'ailleurs près d'Al-Qurna où le Tigre et l'Euphrate se réunissent dans un paysage hors du temps, fait d'eau, de ciel, de roseaux et de palmiers, que l'on situait l'Éden. Les habitants du marais connaissent un mode de vie particulier. Ils habitent des huttes de roseaux construites sur des îlots artificiels formés de joncs et de boue. Malheureusement, ce monde secret et envoûtant est aujourd'hui condamné à disparaître. Adolescent, j'ai eu l'occasion de me rendre dans cette région marécageuse de l'Irak. C'était la première fois que je voyais un paysage aussi insolite. Je fus charmé par ces maisons flottant sur l'eau et par tous ces oiseaux que je n'avais jamais vus. De grandes quantités de canards, de phoques, d'oies grises et blanches de Sibérie, de pélicans, nichés là.
هاي نجمة زوجتي. من يوم ما الله كتب إننا نعيش سوا بهذا الكوخ وهي مالية الدنيا علي بالسعادة. أدها ساعات مثل كل النسوان، لكن الواحد يحكيها لله. نجمة بتحلال وتعرف الأصول وتقاسمنا الحلوة والمرة ونبنت حياتنا بحب ويا الزمن. هذا ياسين. ياسين عمره 5 سنوات لما ماتوا أبوه وأمه بقصف الطيارات، بس الله كاتب للحياة. هو الوحيد اللي بقى عايش من كل أهله، كل بيته محترق. تبنيت أمره، خاصة أنا ما عندي طفل. ما شاء الله صار رجال. شبيك ياسين؟ ليش ما أبي؟ لا أبيك شيء. معبس لي أنا ذكرت أمك وأبوك انقهرت. هي وليدي العمر بيد الله، شلون لحد؟ صليت؟ لا. شفت؟ لازم تصلي حتى قلبك يتنور بالإيمان. زين وليدي؟ تبعدك الحياة قدامك طويلة، إذا أنت بهذا العمر وشايل هموم الدنيا كلها على اشتافك، إذا تكبر بعد 10 سنين شلون؟ لا وليدي، ابتسم للحياة، بدير بال. شوف هاي النخلة، شفتها زين؟ هاي واقفة على حيلها، سنين صار لها واقفة على حيلها، لا سنة ولا سنتين. لا فد يوم اشتكيت ولا شالت همها للناس، تحملت حار وبرد، صيف وشتاء وريح ومطر، ولا دارت بال. بقت واقفة، راح تبقى واقفة قوية. مو بس هاي، حتى ثمر للناس تمطي. شوف ايش قد حلوة، ايش قد جميلة. ياسين، خلي إيمانك بالله وابتسم للحياة. الدنيا حلوة حلوة. نطالب الأنظمة العربية والإسلامية بالدعوة الفورية لعقد مؤتمر لوضع استراتيجية عمل سياسي على المستوى الدولي تستهدف درء خطر العدوان. وأعلن رئيس ليش قاعدة من غبشة؟ غير تبقي نايمة بفراشك. ما أقدر أبقى بالفراش يا رجال، قلت أقوم أسوي ريوق هواية أحسن. طبعا أسوي الريوق. لا ما يلا أقعد يمه ياسين، أقعد أقعد تريق تريق يمه. هاك يا أبا تفضل، بس أصب لك شاي. تريق يمه ياسين، تريق وهسان أصب لك شاي. هاك يما. صباحا سعيدا نتمناه لكم وانتم برفقه هذه الاغنيه الصباحيه. يلا ياسين. ايه جيت. يلا ابويا. وينك؟ تعال.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام دكتور. شلونكم؟ يا اهلا وسهلا دكتور. شلون صرت يا خاله حليمه؟ الحمد لله وانت كريم. يا هلا بيك. يلا نجمة. ايه. عاد بروح عند الدكتور رجع. ايه يا ابي. ايه. يا الله. تفضل دكتور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير زايرة، صحة وعافية إن شاء الله وطولة العمر. الله يسلمك دكتور وينطيك الصحة والعافية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ نفس مرة ثانية. يصير خير يصير خير إن شاء الله. الله يسلمك دكتور. مرات تحسين بألم معدتك؟ هي العلة هنا دكتور. مرات أحس مصاريني دا تتقطع ونفسي ما تقبل الأكل. افتحي عينيش. افتحي عينيش لي فوق. باعي لي فوق. باعي لي فوق لي فوق لي فوق لي فوق. ايه. ايه. يما دير بالك على خواتك. إيه؟ منولة هسه اجي مو تجين وراي. ربي اكتب لها الصحة والسلامة. ها دكتور طمني شنو علتها؟ والله عمي زمان عندها التهابات غريبة يعني. يعني هاي مو أول حالة دا صادفة هنا. أنا لا عدة حالات. بس المهم أريدك اسوي لها تحاليل حتى يشخصوا لها المرض. منين جتها هاي؟ يعني عادة من مي الشرب، مرات من الأكل، احنا حتى الهواء بدنا نتنفسه ملوث. لا تنقر عم زمان. لا تصفن. اكو الله اكو الله. ونعم بالله. اكو الله. انا استغل وجودي هنا بالقرية حتى اقدر افحصهم. خوش خلو وصلك لا يا بلا انت ابقى هنا يا مزوجتي لان محتاجتك جدا. انا اشوف يالي يروح للولاية. اروح وياني يا ملا. الله وياك. الله وياك فدوى دكتور. بشرني شلونها نجمه؟ تصير احسن ان شاء الله. اوه يجعل ايدك الشفا اكون على كل مريض. خاله بنيه تبني مريضه هلبة حبوب ابر عندك. خاله ام عباس غير اشوفها واعرف شنو مرضها. اي حقك بس فدوى اروح لك. عوي انت هاي ما اشوف بيها. باعي باعي ولي فوق باعي.
عافيه، جيت الاخرى اجيب لك احسن قطره. مو تنسى. لا لا ما انسى. يعطيك العافيه. روح يا نجمه. شلون صارت نجمة؟ بعدها على حطت ايدك. تقوم وتوقع. زين ورحتوا سويتوا لها التحاليل؟ بالقوة الله قنعتها تروح للمستشفى. بس شنو الفائدة؟ والطبيب ايش قال لكم؟ طبيب من شاف التحاليل قال لازم نسوي لها عملية. هي ما تريد العملية. محاولة تقنعها ما يفيد. والحل ايش راح تسوي؟ كل اللي اقدر اسويه ابقى اداريها الى ان تعيش بقيه حياتها بسعاده. وما اخلي بنفسها شيء. يعني مو معقوله ماكو امل بشفائها. الامل يم الله ويم هاي الوصفه. زين وشنو هاي الوصفه؟ هذه وصفه وصف لها الدكتور بالمستشفى. يقول الدول بيها بي امل. بس وين القاه؟ دورت بالمستوصف مال القريه ما لقيت. قالوا لازم تروح للولايه. ايش وقت راح تروح له؟ لا يجب الدنيا. باكر من غبشه ان شاء الله اذا الله سهل. ايش قاعد تسوي النجمة؟ والله شلعت قلبي. والله ربيت لي علة. هسه الطبيب مو قال لك ابقي بالفراش. الحاي شمن يحلبها؟ ام عباس مو قاعد تجي لك هي تحلبها. شلون المرأة؟ شغل بيتها، شغل هذا البيت، شو يصير؟ هي بقت على الحلبة مال هاي شي نجمة. والله ما يلام بيك الطبيب. يعني تردين تموتين وتعوفيني وحدي؟ قومي 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 يلا. امشي ابويا. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير.
الزمان. ايش ده تسوي يا رجال؟ ما تقول ايش ده تسوي؟ ايه هي هاي شغلتك؟ نجمة حبيبة روح ارتاحي ارتاحي، خليني اكمل شغلتي، ما اريدك التعبين بعد، روحي، ايش عندي غير كذا تعبتي؟ رحم الله والدك. رحم الله والدك. رحم الله والدك. رحم الله والدك. ليش هاي الطاس عمي؟ 100 عمي. 100؟ 100 دينار؟ 100 دينار. هذا ما شفته خايف. ممنون. انت مصبر لك 50؟ لا انا Thank you.
البنية الغالية قبة وطرمة عالية ولا تفرحين ام الولد ناخذه ونخليك خالية. هاي نجمة ماكو خبر من زمان. لا والله شو من راح لي هسه كل شي ماكو. هسه أنا ضال بالي عليه وين نام وين قضى ليلته ما أدري. اي والله حقك أنا هم مشغولة عليه. الله كريم الله أرحم الراحمين. ها يا زمان مبين عليك مهموم، شلون الأحوال؟ يلتنشد عند الحال ما ظن بعد حال ضيم أعلى من كل ضيم والوادي مشكال الحرس والحواف صاروا فرد شف والسلف لو ينشال ما ظن جفن رف ضيم عليه من كل مكان ما ادري شو اشيل يا ضيم ضيم نجم النام بالفراش ضيم الدهور يدور عليه ضيم الشغل الزمان تغير الزمان مو مثل زمان قبل قبل تخلي راسك على المخده وترتاح هسه لا الزمن تبدل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملكة هذا الدواء رحم الله والديك. بسيطة. آسف حجي ما موجود عندنا هذا الدواء وما أعتقد تقدر تلقاه بالصيدليات الباقية. شلون؟ قول غير هي معود إذا بالصيدلية ماكو وين ألقاه؟ بالمستشفى. مستشفى هم أهل المستشفى دزوني قالوا تلقاه بالصيدلية. شوف لك دكتور أخصائي بهالحالة. ممكن يحصلون على هيك نوع من الادويه النادره يجيبوها من الخارج. بس منين اجيب دكتور اخصائي؟ معود انا ترى عايش بتلفات الدنيا. اسف والله. رحم الله والديك. اهلا وسهلا. Thank you.
لك ياسين شيل عاد قلبي يلا وينك؟ ملعب او خطاب الى الظهور يابا ملعب يلا ملعب يلا ابو مراكمه ابو خالد ملعب هسه شوف خل تبدي المباراة ونشوف شلون يشيلها ويلزقها بالقاع ويسوي دمها للكار يا بدر هذا الشيش دوشك سلام عليكم رحمة على هلك ما عندك هذا الدواء أبد أول صدرية ثانية إن شاء الله
مرحبا دكتور. بلا زحمة هذا. صعب عيني هذا الباب. نعم. شوف بلكت غير صيدلية. أنا أكو بلكت. لا حجينا ماك تعذرنا. تلقاها إن شاء الله بالصيدليات الأخرى. رحم الله والديك. والديك يا أبا سهل. والله اسفه هذا الدواء مو موجود، كان بودي اساعدك بس اسفه جدا مو يعني مو موجود. بكت منا لا والله، كان يعني بودي اساعدك ساعدك عمي. رحمة على هلك. هاي الوصفة. منا منا بالبيت. رحم الله والديك. أكو الله. بابك يا وطن بقيت بابك يا وطن وأنا غريب بس قلبي يسمع دقتك أرضى أرضى يذلني ترابك عمي الله يساعدك. اهلا وسهلا. السؤال رحمة على اهلك. تفضل عمي. اللي المركز الصحي الكاثوليكي وين صاير؟ اي. اللي قدام. اللي قدام حكي. رحم الله والديك، رحم الله والديك. بنيتي عند هاي الوصفة هذه دورت عليها بكل الصيدليات وما خليت مكان ما افتريت عليه ما لقيتها ويقولون هذا الدواء اللي قاعدكم. اي فعلا هذا الدواء موجود عندنا. اي فرحتيني الله يفرح قلبك. نجمة؟ نجمة خلف هاي زوجتي. اسمك الكامل واللقب؟
زمان هادي مطشر. زمان هادي مطشر. اعطيني الكارت. كارت شنو كارت بنيتي؟ كارت صحي عمو، هوية أحوال مدنية، أي شيء يثبت اسمك، لقبك، عنوانك. عد لي هالشاي. شلون أسوي لك استمارة وتردني أنطيك دواء؟ عمو، أنت هنا بمركز صحي مو صيدلية. شار شلون ما عندي. زين، كارت تموين؟ كارت تموين هناك بوقع، ما جبته وياي. يعني. ولادتك وين؟ ولادتي بتشفل. ناحية الشبسة. لعد لازم ترجع للشفل وتجيب أوراقك كلها. رد ردود؟ بنتي أنا شلع قلبي، ما خلت مكان ما دورته، وساعة الألقى بيد دوا أرد لأهلي وإيدي فارغة، حتى الله ما يقبل بيها. خلي الوصفة يمي، لازم آخذ موافقة مدير المركز، وهسه نهاية الدوام والمدير طالع، ما يجي إلا باكر الصبح. على كل حال أنا رح أخلي لك الدواء على صفحة، وباكر من يجي ويوقع لي على الوصفة أعطيك الدواء. ولو ما بيها مسؤولية صدقني هسه أعطيك الدواء. بارك الله بيك بنيتي. أجي باكر؟ إن شاء الله. رحم الله والديك. رحم الله والديك. زاهر 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 زاهر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زاهر اذا عندك نذر انا حاضر، افتح قلبك وادعي وان شاء الله يستجيب دعائك. والله انا جاي ناذر نذر وجاي اطلب من الله ومن الاماميه، بس كون وقت النجم الطيب ادعي لي سيدنا. ادعي ان شاء الله ربك يستجاب دعائك يا الله. سيدنا هذا الله يوفقك، الله يستر عليه، ان شاء الله يشافي كل مرضى. دعينا دعينا سيدي. اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم شافي مرضاه زياره مقبوله ان شاء الله يا ارحم الراحمين، انه عبدك وابن عبدك يا الله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيفك بشوفك؟ بس طيب نجمة بجوادين. أريد نجمة منك بجوادين. لا إله إلا الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد. يا بابا اشتم زيارتكم ايد ما معرفت صلواتك بلند خاطكم. عباس ها هذا مع عباس بعد ايش لي هسه هنا ليش ما تروحين تنامين بالبيت لا فدوى شلون اعوفك لوحدك انا ما بي شيء يا داده ما اقدر والله فدوى والله ما بي شيء هسه راح انام انا دروحي للبيت انت مرتاحه تعبتي من الصبح لي هسه خالف اغطيك وانا يمش على ايدي يلا يلا يمك العافيه الله يسلم. من الصبح اجيك الله يطول لي عمرك الله يخليك يمك العافيه يا يمه الله يسلمك يا ابا Thank you.
إيمان؟ نعم دكتور. جيبي لي هذا الدواء بسرعة. لمن هذا الدواء دكتور؟ من غير أسئلة، جيبي لي الدواء بسرعة. العفو ما أقصد، بس ريد تعرف بأي اسم أسجل الدواء، تعرف هذه معلومات للسجل. كتبي حالة طارئة. بس لازم توقف. من غير أسئلة، إيش طولتيها؟ يلا بسرعة. جيبي الدواء لغرفتي. وين صرتي إيمان؟ العفو دكتور، كنا بدي أحضر الدواء. أخرتي هواية. زين. صباح الخير بنتي. صباح النور. ذكرتيني انا عم الزمان جيت البارحه؟ اي عمو ذكرتك، طبعا ذكرتك. انا حكيت ويا المدير بس. لحظه عمو انتظرني هنا هسه راجعت لك. دكتور. خيرا، ايش عندك ايمان بعد؟ العفو دكتور، بالنسبه للمراجعه اللي كان مع حضرتك ما وقعت لي على سجل خروج الادويه اللي اخذها. بنهاية الدوام جيب السجل ونتفاهم. والمراجع اللي كلمتك عنه الصبح؟ يا مراجع زمان رجال كبير وجاي من الجفل ما جايب أوراقه وياه، ومرته مريضة وهذا الدواء إلها، خمرج على الجفل. وش نقدر نسوي له إحنا؟ إذا ما عنده أوراق ما نقدر نسوي له شيء. على كل حال حال الآخرين. هذا الدواء لك عمو زمان. يعني المدير وافق؟ اي وافق. الله يكثر من امثاله. الله يسهل امره مثل ما سهل امر يا بنيتي. ايش قد فلوس الدواء بنيتي؟ لا عم، خلي فلوسك بجيبك. هذا الدواء هديه من مدير المركز. الله، والله ابن حلال. الله ينطيه ويكثر من امثاله. الخير بعده يا بنيتي، بعد الخير. سأل الله يجازيه 10 أضعاف حسنات. أكيد أكيد عمو. في مال الله بنيتي. مع السلامة. جيب عمو يمي الوصفة. هذا وتلقى الحرب المنتظرة تلقى رفضا من دول مهمة إن لم نقل تنديد. ففي الوقت الذي تقترب فيه لحظة الحسم أصدر الفاتيكان أقوى بيان له رافعا مستوى انتقاداته للإدارات الأمريكية إلى حدها الأقصى. وبين شجب وجهه الرئيس الفرنسي جاك شيراك للإدارة الأمريكية معتبرا أن العراق لا يمثل تهديدا مباشرا يمكن أن يبرر شن الحرب. الرئيس الأمريكي سيطلب من الكونغرس ميزانية للحرب تبلغ 90 مليار دولار على الأقل وفق ما أعلنه البرلمانيون الأمريكي.
انت على حمى بارده لا مال تعال حتى حمى ياسين كلهم جيت جيت هذا زمان جاج قرت عيني الحمد لله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا هلا زمان شلونك ام عباس الله يسلمك هذه الامانه واسلمك اياها الله يسلمك خليتها بعيوني الله يسلم عيونك الحمد لله على السلامة يا أبي أترخص أنا وين وين ما تترخصين ولا ترحين قبل ما تاخذين الهدية مالتك إلي هي يا هاي عباية اشتريتش من الكاظم يطول لي عمرك وزورتها يما يخلي صاحب بيتك إن شاء الله ألف عافية يا والبيت عامر بيك دائما ألف عافية أشكرك يا أبي يا فدوى لعيونك الله يسلمك هذا واجب الله يخليك تعال ياسين تعال يمك تعال 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 هاي دفاتر لك الاثنين وهذا قلم يلا شلونك نجمي؟ الحمد لله والشكر لا زين صحتك ان شاء الله ان شاء الله بخير بخير الحمد لله شوف هاي الهديه جبت لك شايه ليش كلفت نفسك يا يابا كل شيء هون لك تسلمين من العين الله يسلمك منو عندي غيرك نجمه الله يطول لي عمرك وبشرك اي الدواء لقيته اي الحمد لله الحمد لله والشكر ايه؟ وين لقيته بمستشفى ايه؟ بعد ما دورت صيدليات من صيدليه صيدليه الا ان الله هدالي فد وحده بتحلال تشتغل بالمستشفى وهذا المدير العام مال المستشفى ايه؟ ويوقفوا لي وقفه مال اوادم وحصل الدواء الحمد لله الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر يا سقوم عيني قوم ارتاح شويه من تعب السفر انا مرتاح باكر تاخذين الدواء من الصبح لازم الله كريم زين ان شاء الله يا الله يا يلا Thank you.
نجمة اقعدي، نجمة اقعدي حبيبة، لازم تاخذين الدواء، حباية الصبح وحباية الظهر وحباية بالليل. أول ما تبدين اليوم الصبح قوم يا معودة، قوم يا حبيبة، افتريت الدنيا كلها لقيت الدواء. نجمة نجمة من زمان قاعد شافان نخله تحمل الشتاء بحار وبرد، ما اشتكى الظلم هالواحد، باقي على طول هواكفه كل السنين، ومنظرها سر الناظر تطي ثمر للوادم. هاي حجاتك عم زمان طول عمر ما انساه.